أبتي الحبيب مونسيور نبي. أحبائي أبناء رعية مر شربل في عمان المباركين، من كانت لديه وصاياي ويحفظها هو الذي يحبني. نحن اليوم في الأحد الثالث من زمن العنصرة، وكما يعرف الجميع أن زمن العنصرة هو زمن يمتد من الأسبوع إلى 15 أو 16 حتى 18 أسبوعاً في السنة الطقسية. إنه زمن طويل كبير يبدأ في عيد العنصرة وينتهي في عيد ارتفاع الصليب، وهذا الزمن يقوم على ثلاثة مرتكزات. أولاً الحلول، حلول الروح القدس على التلاميذ في العلية حيث كانت معهم أمنا العذراء مريم كما هي معنا دائما، وبخاصة هذا اليوم الذي فيه تنهون احتفالات الشهر المريمي. في هذا اليوم حل الروح القدس ونزل على التلاميذ. من أين هذا الروح؟ من أين أتى؟ تعلمنا الكنيسة بالارتكاز على كلام الرب يسوع أن الآب هو مصدر، هو الذي صدر منه الروح القدس، والروح هو العلاقة بين الآب والابن، هو الحب الذي يجمع فيما بينهما. وهذا الروح نزل على الرسل في العلية وامتلأوا منه، وما هو الهدف؟ كي يذهب ليبشر ويعلم ويعمد العالم بكلام الرب يسوع، وكما قال لنا القديس مرقس الأسبوع الماضي: اذهبوا إلى العالم كله باسم الآب والابن والروح القدس. هذه هي الفكرة الأولى الأساسية من زمن العنصر. أما الفكرة الثانية فهي الإرسال. أن متى تبدأ؟ في الأسبوع الخامس، يعني يوم عيد القديسين بطرس وبولس، يبدأ القسم الثاني من زمن العنصرة وهو الإرسال. عندما تحمل رسالة أنت، هذه الرسالة يجب أن ترسلها إلى أصحابها. أصحاب هؤلاء هذه الرسالة اليوم هو العالم كله. الحاملون هم الرسل والتلاميذ، وصولاً إلينا نحن اليوم المسؤولون أنتم وأنا والمونسيور وجميعنا عن إيصال البشرى المسيحية. الإيصال يكون إما بالكلمة، إما بالتبشير أو بالتعليم، وأيضاً الكلمة تصل عبر المثل الصالح الذي يبديه الشخص المسيحي الممتلئ من الروح القدس حيث كان، في عمله، في بيته، مع الآخرين، مع غير المسيحيين، مع المسيحيين، مع الجميع. يجب على كل مؤمن أن يكون تلميذاً ليسوع يحمل إلى العالم البشرى المفرحة، يعني بشرى الإنجيل. وهذا الزمن الثاني أو الفكرة الثانية من الإرسال تستمر حسب أناجيل كنيستنا وتذكرنا بها حتى الفكرة الثالثة، عيد انتقال العذراء مريم.
من هناك تبدأ الولادة للكنيسة. يعني عندما يذهب التلميذ يسوع كي يبشر بالمسيح، الذي يستمع إليه يتأثر ويؤمن، يطلب أن يتعمد، يطلب أن يصير مسيحيا. ونحن اليوم ونسمع دائما ونقرأ عبر وسائل الإعلام المسيحية عامة، كم وكم من الناس يطلبون أن يتعمدوا ليصيروا مسيحيين، وعندما تسألهم لماذا يقولون لقد مستني نعمة الرب يسوع من خلال حدث فلاني، من خلال شخص فلاني، من خلال مؤسسة، من خلال زيارة قام بها قداسة البابا إلى المساجين، من خلال الرحمة، من خلال أعمال المحبة. كل هذه هي دافع للأناس الذين يفتشون عن الحق، وهذا الحق يجدونه أين؟ في يسوع المسيح. إذن هذه هي الفكرة الثالثة من زمن العنصر. وفي القسم الأول نعود إليه باختصار في إنجيل يوحنا الفصل 14 و15، هناك خمس كلمات للمسيح قالها للرسل قبيل وداعه لهم وأعطاهم الوصية، كلمهم عن الروح القدس. ماذا قال يسوع عن الروح؟ أولاً قال لهم يسوع سوف أرسل لكم الباراقليط أو روح الحق. روح الحق ماذا يعني؟ يعني أنك إذا أردت أن تفتش عن الحقيقة فصلي إلى الروح القدس الذي يهديك إلى الحق، والحق هو في يسوع المسيح، الكلمة المتجسد، الإله الذي صار إنسانا من أجلنا وأتى لكي يخلصه. هذا هو الحق. والمسيح قال عن نفسه ماذا قال؟ أنا هو الطريق والحق والحياة. الثانية قال الرب يسوع إن الروح القدس عندما يأتي سوف يعلمكم ويذكركم بكل ما قلته لكم. وهذا ماذا يعني؟ يعني أن الروح هو معلم، كما كان المسيح معلم للحق، معلم يهدينا ويفهمنا ويذكرنا بكل ما قاله يسوع لنا. ونحن ننسى أحيانا كثيرة أننا مسيحيون، ننسى بتصرفاتنا وأعمالنا، وننسى أيضا الإنجيل، ننسى الآيات. من هنا ندعو إلى تسقيف ذواتنا في الإنجيل وفي تعلم كلام المسيح. صحيح مطلوب منا نعرف كل كتاب مقدس، ولكن أقله أن نتعرف على المسيح وعلى ما قاله المسيح في الإنجيل. مثل ما سمعتم اليوم، من كانت عنده وصاياي ويحفظها، انتبهوا في كلمة يحفظها، فهذا يحبني. في كتير عندهم وصايا يسوع بيعرفوها عن الغيب بس مش حافظينا. شو يعني حافظينا؟ مش معناتها حافظين على الغيب، يعني يمارسونها. إذا ما بيمارسوها بيكونوا بيعرفوا فقط، والمعرفة هيدي بتكون ما فيها حياة، ما فيها روح قدس. ما بيكفي يكون واحد مسيحي كمان إذا بيعرف بس. طوبى للذين يسمعون كلمة الله ويعملون بها. هيدي هي الوصية، أن تكون فعلا عندك وصايا المسيح واللي بتختصر بالمحبة، ويجب أن تعيش هذه الوصية كي تكون فعلا محبا ليسوع. ونحن نتكلم كثيرا عن الحب والمحبة، هاي المحبة هم الحقيقية والأساسية، هي في محبتنا ليسوع. فإذن الروح يذكر ويعلم. ثالثا الروح قال يسوع يشهد لي. كيف يشهد؟ نتساءل نحن ونفتش عن المسيح عندما نعود إلى ذواتنا ونسمع ما قاله مرغولوس اليوم، إن الروح يصلي فيكم بأنات لا توصف. يعني الروح موجود فينا،
في أعماقنا هو الذي يشهد أن المسيح هو فعلا هو ابن الله، يشهد لي ساعتها بنكون نحن فعلا ماشيين بالحق مع المسيح. اكتار بيصلوا، مسيحيين غير مسيحيين، مسلمين يهود، وثنيين ملحدين، ما بعرف، كل واحد عنده حقيقته. أما نحن الحقيقة النابعة فينا من الروح القدس تعلمنا أن لنا رب واحد هو يسوع المسيح ابن الله الحي. هذه الشهادة مطلوبة أيضا منا نحن، أن نشهد بحياتنا وأعمالنا وأقوالنا للمسيح. والفكرة الرابعة، قال يسوع يأتي الروح ويوبخ، مهم كتير، يوبخ العالم على الخطيئة، ويوبخ العالم على البر. يعني إجا البار لعندهم اللي هو يسوع المسيح وقتلوه، والروح أيضا يوبخ بشأن الدينونة. في دينونة، هناك دينونة في الآخر، كل واحد منا سوف يدان. والأخيرة، الفكرة الخامسة، يقود خطى التلاميذ إلى الحق كله، ويمجد الابن، يمجد الابن ويأخذ مما لي وينبئكم به. الأخيرة تعني أن الروح يمجد الابن يسوع المسيح. هذه الأفكار الخمسة التي قالها يسوع عن الروح القدس في إنجيل يوحنا الفصل 14 و15 يقولها لنا نحن اليوم أبناء هذه الرعية وأبناء الكنيسة في العالم كله. وما نشهده من أحداث على مستوى قداسة البابا وعلى مستوى المسؤولين في الكنيسة الذين يعملون، ونحن نسمع ونشهد على التلفزيونات ماذا يقوم، ماذا يعمل قداسة البابا. في الآونة الأخيرة صدر عن الكنيسة تعليم قداسة البابا عن العائلة، وهو مهم جداً، وإن شاء الله أنه يصير معكم وقت أو أنه تسمعوه من مونسيور أو أنه تقروه، مهم جداً. من بعد يعني سينودس العائلة أصدر قداسة البابا تعليماً يتكلم فيه عن دور الروح القدس في حياتنا، ولا سيما في تمتين أواصر المحبة في قلب العائلة. وكل ما يقوم به هو بدافع الروح القدس. من هون أحبائي، أحياناً وقت نحكي عن الروح نحن بننعس وبنزهق، هيك بنقول هي شغلة صعبة جداً، ولكن يجب أن نعرف أن الروح هو المحرك الأساسي، هو الذي يعمل في الكنيسة، هو الذي يجعلنا نحن كمسيحيين نتحمل الصعوبات والاضطهادات وكل أنواع العذابات حباً بالمسيح، لأنه الروح القدس يقودنا كما سمعنا إلى الحق كله. واليوم الروح القدس في هذا الأحد الثالث من زمن العنصرة الذي يصادف آخر شهر أيار يفهمنا ما هو دور أمنا العذراء مريم في حياتنا. العذراء، قالت قديسة تيريزيا، لا يجب أن نزيد ونتكلم أكثر مما كتب عنها في الإنجيل. ما كتب عن العذراء في الإنجيل كاف كي نكرمها، كي نحبها، كي نصلي، كي نطلب شفاعتها التي تتوسل لدينا عند الآب السماوي عند ابنها من أجل حياتنا اليوم. كتار من إخوتنا بروتستانت ما بيؤمنوا بالعذراء ولا بالقديسين، لا، لأنه أحيانا بيخلطوا ما بين الشفاعة التي تعني الكفارة عن الخطايا